بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مجلس من مجالس العلم. درس اليوم بمشيئة الله تعالى سيكون درسا في علم العقيدة. يسعدني في بداية هذا اللقاء ويشرفني أن يكون ضيفي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عامر باسل، أستاذ العقيدة في جامعة الأزهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك وبمشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الندى. جزاكم الله خيرا شيخنا. يعني النهاردة إن شاء الله سنتكلم عن موضوع مهم، العبادة. ما معنى العبادة وما شروطها وما مقتضياتها وما أركانها؟ وإن شاء الله عز وجل سنفرد هذه الحلقة بهذا الموضوع المهم. نبدأ بمشيئة الله تعالى بمعنى العبادة. ما هي العبادة؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فنقول لإخواننا متابعينا في دروس العقيدة، بعد أن قطعنا شوطا في الكلام على التوحيد وما ينبغي لله عز وجل من توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، قلنا إن من متطلبات أن توحد الله إلها أن تعبده، وحتى تحقق ذلك لابد أن تعرف ما هي العبادة، ما هي منطلقاتها ومتطلباتها، ما شروطها، ما إلى غير ذلك من الأمور التي ينبغي للمتعلم أن يقف عليها حتى يعبد الله وفق ما يريد الله منه. فأولا، العبادة ترد على معنى الطاعة والخضوع، لذلك يقول الراغب: العبودية إظهار التذلل. إظهار التذلل، يعني وأنت تعبد تظهر لله التذلل له. والعبادة أبلغ منها، لأنها ليست تذلل فقط، بل غاية التذلل الخضوع مما يبلغه خضوعك وتذللك. والناس يتفاوتون في العبادة على قدر ما يظهرون من معنى الخضوع والتذلل لله عز وجل. هذا التعريف البسيط في استعمالات أهل اللغة. ندرك أن هذه العبادة المعنى الشرعي ينساق وفقا للمعنى اللغوي، فيمكن أن نقول فيها أنها الانقياد والخضوع لله تعالى على وجه التقرب بما شرع من المحبة وغيرها من الطاعات القلبية والطاعات البدنية. بأي في النهاية تذلل بانقياد، كما قلنا في شروط لا إله إلا الله سابقا أنها لابد لا يلزم منها لمن يقولها أن ينقاد. العبادة هي ذلك الانقياد مع تمام الذل والخضوع بما شرعه الله لنا من العبادة. ولذلك يقول الإمام ابن تيمية في تعريفها، ولو تعريف جامع فيها: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، سواء كانت أعمالا ظاهرة أو أعمالا باطنة. فالظاهرة كالصلاة والصيام والصدقة والحج وغير ذلك، والأعمال الباطنة كالحب والرجاء والخوف وغيره. إذن هي اسم جامع، وما من شيء فيك إلا وهو متعبد لله عز وجل. فينبغي أن تنطلق كل أعضائك تذللا وخضوعا، كل بما قدر له أن يعبد به. وهذا الذي دل عليه قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي بتمام الخضوع والذل مع الانقياد. وقال: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال:
وله من في السماوات والأرض ومن عنده، يعني الملائكة، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، والتسبيح عبادة ظاهرة تتلبس بها الملائكة آناء الليل وأطراف النهار. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني، والدعاء لفظي، استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة، عبادة، وهو عبادة لفظية، أي أقوال ترضي الله عز وجل ويحب أن يسمعها منك. وقال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، التواضع والسكينة وغيرها من تلك الأعمال التي تظهر في القلب محبة الرب والانقياد له. وقال سبحانه وتعالى في شأن الملائكة لما ادعى الناس أنهم آلهة، قال: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول، لأن هذا من تمام الأدب، أننا إذا ما تعاملنا في مقام الربوبية والألوهية ألا نقدم بين قبل الله قولا ولا معتقدا ولا حبا ولا انقيادا إلا له، فننتظر ما يقول ثم نطبق، وهذا ما أمرنا أن نفعله مع نبينا صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، أي انتظروا حتى يقول لكم ما يراد منكم. وكذلك هؤلاء الذين قالوا في البشر والشجر والحجر بمعنى الوالدية والولدية بنسبة الله، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا عبدا، كل سيأتي بمقام العبودية، سواء كان إنسانا أو حيوانا أو شجرا أو جمادا أو نباتا أو خلقا مما نعلم أو مما لا نعلم، الكل سيأتي الرحمن عبدا، أي خاضعا ذليلا منقادا له سبحانه وتعالى عن طواعية وعن رغبة. وقال في شأن المسيح الذي عبد من دون الله عز وجل أنه لا يستحق ذلك، وأنه لا ينبغي أن يعبد لأنه نفسه عبد، قال تعالى: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وقال: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. وهذه الآيات تدل في جملتها على ماذا؟ على تمام الخضوع وتمام الذل وكماله في سياق الانقياد. وهذا هو معنى العبادة، تمام الذل مع تمام الانقياد مع تمام الخضوع لله عز وجل. نعم. وهذا مقتضي للانقياد له سبحانه وتعالى. نعم. طيب شيخنا، يعني من أجل توضيحا لهذا المعنى، الذل مفهوم، وماذا عن الخضوع؟ ما معنى الخضوع أو كيف نعرفه؟ الخضوع هو التواضع والسكينة، وألا يتكبر الإنسان بهذه العبادة أو يتطاول بها على خلق الله عز وجل، بل كلما ازداد تعبدا ازداد تواضعا. ولذلك تجد في سير المتعبدين من السلف رضوان الله عليهم أنه كلما ازداد تعبدا أدى ذلك إلى احتقار ما يفعل في جنب الله عز وجل. هذا تمام الخضوع، أي لا ينبغي أن تكون العبادة يرى الإنسان فيها نفسه شيئا، بل تجد كلما ازداد تواضعا وخوفا من الله عز وجل. طيب شيخنا، ننتقل لنقطة أخرى مهمة، شروط العبادة لكل شيء مما ذكرنا شروطا وأركانا، فللا إله إلا الله كلمة التوحيد شروطا ذكرناها، فما هي شروط العبادة؟ يعني شروط العبادة المعلوم في أهل اللغة وأهل الاصطلاح الشرعي أن الشرط ما كان خارجا
عن ماهية الفعل ويتوقف عليه صحة الفعل، نعم. كالوضوء شرط في الصلاة وهو خارج عنها. نعم. لكن قبل أن آتي إلى شرطي العبادة أو نعم. شروط العبادة، يحسن بنا أن نعلم من خلال الآيات التي سقناها في معنى العبادة ما هي هذه الإطلاقات، إطلاقات العبادة على ما تطلق. عندنا نوعان من الإطلاق، الإطلاق الأول إطلاق العبادة بحسب ما تتعلق به العبادة من حيث تعلقها بعموم الخلق، إنس وجن، سماء وأرض، حيوان وجماد، تنقسم إلى عبادة كونية وإلى عبادة شرعية. نعم. العبادة العامة هي عبادة القهر والملك، لأن الله مالك كل شيء، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا ملك للآخرة. وفي ملك الدنيا قال له ملك السماوات والأرض لأنه خلقهما، ومن ذلك كل من في السماوات والأرض عابد بالقهر، ليس له اختيار، جبل على ذلك. وهذا ما تلوناه في آية سورة مريم لما قال الناس لله ولد وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. وهذا النوع يأتي على خمسة أوجه، وهي إما منكرا كما في الآية المذكورة السابقة أن السماوات والأرض عبدا لله، أو معرفا بالألف واللام فيأتي مطلقا وما يريد الله ظلما للعباد، أو مقيدا بإشارة ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضل السبيل، أو يذكروا في عموم عبادي فيندرجوا مع أهل طاعته أنت تحكم بين عبادك في حديث سيتم بين عيسى عليه السلام وبين الله، فيقول عيسى في نهاية القول أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، أو أن يذكر المعبود العابد بصفة الفعل فيقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، فكل هذا يندرج تحت معنى القهر. وصفهم الله جميعا عبادا له لأنهم ما بين مقهور أو مأمور، والكل لا بد أن يدخل تحت دائرة أن الله هو إلهه الذي ينبغي أن يعبده. أما العبادة الشرعية فهي الطاعة، الخضوع الاختياري الذي يتأتى من العبد على محبة وذل اختياريين، وهذه لا تكون إلا لمن وفقه الله عز وجل من الأنبياء والمرسلين وعباده المؤمنين. وقد وردت آيات تحمل هذا المعنى في العبادة الشرعية التي يوفق لها أهل الطاعة. قال تعالى قل يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، لما قدموا من تمام هذه العبادة وكمالها بالانقياد الذي قال فيه مثل ما ذكرنا سابقا، وقال فبشر عباد من هم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا الإطلاق الأول، وهناك إطلاق ثاني وهو إطلاق العبادة بحسب الاسم والمصدر. فالعبادة مصدر تعني التعبد، هذا نوع من الإطلاقات التي جاء بها الكتاب وجاءت بها السنة حينما نتكلم عن عبادة. يعني بحسب إيه عبادة؟ الاسم والمصدر. بحسب فالإطلاق والمصدر. الأول تقسيم عبادة كونية وعبادة شرعية. شرعية الكونية هي أن كل المخلوقات داخلون تحت قهره سبحانه وتعالى، عباد هم له. عباد له بمعنى أنهم مقهورون تحت، لا اختيار لهم، لا اختيار لهم في هذا، فهو الذي خلقهم وهو الذي رزقهم وهو الذي يدبر لهم شؤونهم وهو الذي يحييهم ويميتهم، ولذلك فهم مقهورون تحت قدرته سبحانه وتعالى. فهذا معنى العبادة الكونية.
ولها إطلاقات ولها يعني أمثلة في القرآن، فجاءت على سبيل معرفة بالألف واللام ومقيدة بالإشارة، ويذكروا في ذكروا أو ذكرت تلك أو ذكر هذا المعنى في عموم قول الله عز وجل يا عبادي، وكذلك يذكر سبحانه وتعالى العبادة العباد بصفة الفعل، تمام، ومعرفة بالألف واللام، وهذه أمثلة لهذا النوع من العبادة، العبادة الكونية. وأما النوع الثاني تحت هذا الإطلاق العبادة الشرعية، وهم الذين والوجه انقادوا، الثاني للقهر نعم، الوجه الثاني لهذا الإطلاق، إطلاق العبادة، عبادة شرعية، أنه سبحانه وتعالى قد تعبد الناس بإرسال الرسل، ومن انقاد له سبحانه وتعالى وأطاع الرسل فهو عابد له عبادة شرعية، بمعنى أنه انقاد وأطاع الله عز وجل مختارا لذلك. فهذا هو الإطلاق الأول، قسمنا العبادة إلى قسمين، عبادة كونية وعبادة شرعية. وأما الإطلاق الثاني فهو بحسب الاسم والمصدر. لما نقول عبادة ما معنى، ما هي، نعم، ما مراد هذا الإطلاق؟ يعني إيه عبادة؟ فالعبادة هنا اسم، نعم، بعد أن فرعنا التفريع الأول أن هناك ما هو كوني عابد بطبيعته، نعم، وما هو مختار للعبادة، هؤلاء الذين وفقوا للعبادة من الأنبياء والمرسلين وعباده الصالحين الطائعين. نعم. لكن أما عندما أقول عبادة، يعني إيه عبادة؟ تعني التعبد وتتناول فعل العابد، وتعريف ذلك أي هذا الفعل الذي يصدر من العابد هو تمام التذلل لله محبة وتعظيما، ولا يأتي ذلك ولا يتأتى ذلك اللي هو تمام الحب والذل لله إلا بفعل أوامره واجتناب نواهيه على الوجه الذي جاءت به الشريعة، ليس بأهواء الناس ولا بما يختارونه لأنفسهم. يبقى عندما أقول عبادة سينصرف الذهن إلى أن هذا رجل متذلل محب يأتمر بأمر الله وينتهي بنهي الذي جاءه عن الله ورسوله. أما باعتبارها اسم فهي تعني المتعبد نفسه. يبقى المصدر هو التعبد والاسم هو العبادة، فعندما نقول تعبد يبقى هذا هو الفعل، خاص بالفعل. لكن عندما أقول عابد أو متعبد فهذا معناه أن هذا رجل فاعل لكل ما يحبه الله ويرضاه. يبقى العبادة بحيث الاسم هي اسم جامع لكل ما يحبه الله، وبحيث المصدر يبقى ذلك المتذلل المنقاد لأمر الله. يبقى هذان صنفان في معنى العبادة وإطلاقاتها. يعني لما أقول هذا متعبد أو هذا تعبد، يبقى التعبد منصرف للفعل والمتعبد صارف للفاعل. من هو المتعبد؟ هو أو العبادة الذي يفعلها الإنسان من كل قول أو فعل كما ورد في التعريف سابقا. وهذا الإطلاق الثاني، هذا الإطلاق الاسم الثاني والمصدر، بمعنى أن يعني تنقسم العبادة في هذا الإطلاق إلى قسمين، أو يطلق لفظ العبادة على التعبد أي رجل متعبد يبقى عندنا متذلل. يبقى عندما أقول هذا تعبد نعم. يبقى هذا فعل تعبدي، نعم، احترازا من الفعل المبتدع، نعم، لأن يقابل التعبد الايه؟ البدع، وهو الفعل الذي لا يتفق مع أوامر الله ولا مع نواهي الله عز وجل. لكن عندما أقول متعبد يبقى إذا رجل يعرف كيف يعبد ربه، وذلك بأن يفعل كل ما يرضي من قول أو فعل أو وصف وغير ذلك من هذه. يبقى إذن عندما نأتي إلى هذا الإطلاق بهذا لسان ينطق بالحق وقلب ترسخت فيه عبادات أرادها الله منه كالمحبة، جميل، والخضوع والتواضع والإنابة والتوكل والخشية إلى غير ذلك من هذه الأمور، وجوارح مطلوب منها أن تتعبد كصلاة وصوم وزكاة وحج ومشي إلى في جوانب الخير وكثير من هذه الأمور التي ينبغي أن يفهم منها. جميل. ولذلك سمى الله هذه المطلقات عبادة كما ورد بنا في قوله سبحانه وقال ربكم ادعوني، قال
والدعاء قول. إن الذين يستكبرون عن عبادتي فسمى الدعاء عبادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. هذا إظهارا إلى أن هذا الوصف أو هذا الاسم وهو العبادة جامعة لكل إيه؟ لكل ما ذكرنا من هذه الأمور. وأيضا ما يرتبط بقضية القلب، فلا ينبغي أن يكون هناك تعظيم لغير الله في القلب على جهة التأله والتعبد، وإلا فنحن نحترم الناس ونقدر الناس، فهذا ليس تعظيما. ولكن لا يصل هذا التعظيما إلى التعظيم الذي ينبغي لله الذي ينبغي عز وجل. لله عز وجل. نعم. ولذلك نهينا أن نحلف بالآباء وبالأبناء. جميل. جميل. وبالأبهات. جميل. لأن هذا مناقض لقضية التعظيم، لأنك حينما تحلف بأحد كأنك عظمته تعظيما يتوافق مع تعظيم الرب الأعلى في قلبك سبحانه وتعالى. يعني وإحنا بهذا التأصيل نستطيع أن نفهم الكثير والكثير جدا من النصوص الشرعية من الآيات والأحاديث. فيعني أهل العلم يؤصلون التأصيلات دي عشان يوضحوا لينا أمور كثيرة جدا قد تشتبه علينا وقد تتداخل. فإحنا يعني علينا أن إحنا نطول بالنا شوية ونحاول نفهم التأصيلات دي، فهم هي مفيدة جدا لكل واحد فينا. إما تقرأ كتاب ربنا سبحانه وتعالى أو تقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو تسمع آية أو تسمع حديث في خطبة الجمعة مثلا، هتلاقي نفسك مش فاهم بعض الذي يقال أو الذي يراد، لكن بالتأصيلات دي هتتضح الأمور. فإحنا فضيلة الشيخ من العلماء الكبار في علم العقيدة، فإحنا نحاول نستفيد منه ونحاول إحنا نفهم التأصيلات دي، فالتأصيلات دي جدا مهمة. فنطول بالنا وإن شاء الله عز وجل ننتفع بهذا العلم المبارك وهذا العالم الجليل. يبقى إذن الإطلاق الأول على معنى التعبد، والإطلاق الثاني ما يخص المتعبد نفسه. نعم. من أفعال توصف أو توصفه بأنه متعبد، فليس كل من يتذلل ويخضع ويضرب برأسه بين كتفيه يقال أنه متعبد. نعم. لابد أن نعلم الوصف من هو هذا المتعبد. نعم. أو ربما نطلق العبادة ونعني بها نوع أخص آخر وهو ما يقابل المعاملة. فأقول هذا باب العبادة وهذا باب المعاملة. نعم. وده يخص الأحكام التي يتقرب بها الإنسان، واللي بنسميها العبادة المحضة. يعني كلها منصرفة إلى الله عز وجل، لا يعود نفع دنيوي منها، بل ويكره للإنسان أن ينتظر بها عملا دنيويا. تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، لأنه جاء في العبادة التي ينبغي أن تصرف كلها لله عز وجل وطلب بها وجها من وجوه الإيه؟ الدنيا. من وجوه الدنيا. يقابل هذا النوع المعاملة، والمعاملة شيء ينتفع به الإنسان ويتعبد، لكنها كما نسميها ليست تعبدا محضا. وهذا إطلاق آخر. هذا إطلاق آخر. فالعبادة بمعنى يبقى إذن المعاملة، يبقى إذن العبادة في مقابل المعاملة، في مقابل المعاملة. والمسلم لابد أن يتعبد بالطرفين معا. العبادة المحضة زي الصلاة، أنت لا تنتفع على صلاتك ولا تنتظر بها وجها من وجوه الدنيا. نعم. لما تصرفها كلها لله. نعم. لكن عندما تبيع وتشتري أنت تنتفع، لكن جزء التعبد فيها أنك منقاد لله عز وجل. ففيها جزء في التعبد ونفع لك في الدنيا. لكن العبادة المحضة لله عز وجل هذه لا ينبغي أن تطلب بها وجها من وجوه الدنيا، حتى تفهم إذا كنت متعبدا ماذا يراد منك، وإذا كنت متعاملا ماذا يراد منك، وكيف تتعبد إلى الله بالبيع في البيع والشراء والهبة والصدقة والوقف وغير ذلك من أبواب الفقه في باب المعاملات كالنكاح وغيره. فتلك الأمور من العبادات اسمها إطلاقات العبادة. عندما تقرأ في كتاب الله كتاب، لكن أنا أقول المعاملة هنا كالمعاملة بالبيع والشراء والإجارة والنكاح وهكذا، لها شق هي تعبدي وشق آخر نفعي. هي معاملة بين أو هو معاملة بين البشر وبعضهم البعض. نعم. انتفاع يعود إلى الناس. وأنت متعبد أيضا، لأنها فيها جزء الائتمار بما أمر الله به. نعم. والانتهاء عما نهى الله عنه، يبقى هذا جائز لك فيه الانتفاع. لكن قسم العبادة المحضة لا يجوز لك فيه الانتفاع بالدنيا،
ولا تنتظر فيه أجرا من أحد في الدنيا. إذن فالعبادة لها إطلاقات، فتطلق على العبادة الكونية وفي مقابلها العبادة الشرعية، وكذلك تطلق على المصدر التعبد، وأيضا تطلق على الاسم متعبد، أي يجب أن يكون متعبدا لله عز وجل وحده لا شريك له، ويخلص في ذلك لله عز وجل. وبناء على ذلك ليس كل واحد أقول هذا متعبد. نعم. ينفعش أن كل واحد ضارب بأذنيه إلى منكبيه وماشي بمعنى التذلل، ليس هذا هو المتعبد. لذلك سيدنا عمر لما وجد واحد قال ارفع رأسك لا تمت علينا ديننا. ربما بعض الناس يفهم التعبد أو فهما خاطئا، فهما خاطئا، لكن التذلل بالأوامر والنواهي، التذلل الخضوع بالانقياد وليس بالمظاهر، حتى نفهم معنى إطلاقات العبادة في الكتاب والسنة. عندما يتعامل الله مع هذا اللفظ ماذا تعني لنا؟ أن تكون على وصف المتعبد، وأن تكون بهذا الوصف متزرعا بالعبادة المشروعة لك، يبقى أنت متعبد. كيف؟ بما أمرتك أن تتعبد به، ليس بما عندك ولا بما ينطلي عليك ولا بما تحب وتهوى، لأن غالبا بعض العبادات فيها مشقة، فلا بد الإنسان أن يتصبر عليها لكمال الوصف بها. أنت تريد أن تكون متعبدا فتصبر على هذه الأعمال حتى يتم لك الوصف بأنك متعبد وأن ما تفعله عبادة. جزاكم الله خيرا. إطلاقات يعني يندرج تحتها الكثير والكثير من المعاني المهمة لهذه الكلمة العظيمة، كلمة العبادة. وعلينا أن يعني نحاول أن احنا يعني نذاكر تلك الإطلاقات التي ذكرنا. فهناك عبادة شرعية وفي مقابلها عبادة كونية، وكذلك هناك المعنى المصدر التعبد ويقابله متعبد، هذا أيضا من ضمن إطلاقات كلمة العبادة. وهناك أيضا العبادة المحضة، وكذلك العبادة التي فيها معاملة مع الناس، وهناك إطلاقات أخرى يعني لعل الشيخ إن شاء الله يفصل لنا بعضها في دروس مقبلة بإذن الله عز وجل. ننتقل الآن إلى شروط العبادة، فما هي شروط العبادة؟ ليس كل عبادة كما قلنا يمكن أن تصح وأن نقول أنها عبادة، أن نقول إنها عبادة، حتى تتحقق بشرطين أساسيين. نعم. الشرط الأول لا يمكن أن يستغني المتعبد عنهما. الشرط الأول أن تكون موافقة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، والذي يسميه علماؤنا المتابعة. لابد أن تتابع النبي فيما تتعبد، وأن تعرض دائما عبادتك على قول النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمرنا بذلك فقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ذلك ثابت في التعبد وفي المعاملة. نعم. لا يجوز أن تخرج عن هذا الإطار الذي جاء به، لأنه جاء بدين كامل يعلمك التعبد المحض ويعلمك كيف تتعامل مع الخلق في إطار من السنة التي لا ينبغي أن تخالفها. ولذلك ما في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يحدث بالحديث من حديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله. إذن فأنت منقاد له، ولا بد أن تتابعه في المعاملة كما تتابعه في التعبد، ولا يجوز أن تفصل واحدة منها، فلا تأخذ شيئا على هواك وتترك شيئا آخر، فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. إذن متابعة النبي ليست عن هوى، فتأخذ ما يستهويك وتدع ما لا يستهويك، لا هذا ناقض لمعنى التعبد وناقض لمعنى المتابعة. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتابعون بل يبالغون في المتابعة كعبد الله بن عمر رضي الله عنه،
لما رجع في عام 11 بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما توفي، فأناخ النبي في حجة الوداع ناقته في مكان بعد مكة، فعلمه عبد الله بن عمر، فلما كان من العام الذي حج بعده أتى إلى ذلك المكان فأناخ ناقته في مكان المكان الذي أناخ النبي فيه ناقته صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا عبد الله أهذا منسك من مناسك الحج؟ قال لا، انتهت مناسك الحج، غير أني رأيت رسول الله يفعل ذلك ففعلت مثل ما فعل. إنها المبالغة في المتابعة على الحال والوصف. نقول لشبابنا هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تعبدوا بكمال التعبد وكمال المتابعة، لم يخرجوا عن إطاره وصفا ولا حالا، ولولا أنه انفرد عنهم بأشياء في التعبد لا ينبغي أن يأتوا بها لأهلكوا أنفسهم في التعبد، فكانوا يصلون كما يصل، يصومون اليوم واليومين والثلاثة بلا طعام، حتى نهاهم عن ذلك، قال أيكم مثلي فإني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. ما كان منهم ذلك إلا مبالغة في المتابعة، لا يريدون أن يكون شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم لم يصيبوا منه ولم يقفوا على بابه، لا يريدون أن يتخلفوا عنه في كل شيء، حتى ولو كان ذلك ربما يؤدي بهم إلى باب من أبواب الهلكة، حتى ضبط لهم النبي صلى الله عليه وسلم المتابعة فيما يطيقون. ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن أمر فدعوه، جملة وتفصيلا. لكن من رحمته صلى الله عليه وسلم في مقام المتابعة أن تركهم للاستطاعة حتى لا يشق عليهم، أو هم يشقون على أنفسهم فربما يهلكون وهم لا يستطيعون أن يأتوا بكل شيء يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فأول شرط تتحقق فيه عملية التعبد وتقبل عند الله عز وجل أن تكون فيه معنى المتابعة وصفا وكما وحالا. بمعنى فإذا النبي صلى الله عليه وسلم حدد لك أن صلاة الظهر أربعا، بل يجوز أن تصليها خمسا، ولا يجوز أن تصليها ثلاثة. هذا هو الوصف. الوصف لا، الكم. الكم. أما الوصف فعندما كان يصلي كان يصلي خاشعا فتنقضي به، ذلك كان زين العابدين كما جاء في الترجمة له إذا وقف في القبلة يصفر وجهه ويتململ، قيل له لما ذلك؟ قال أما تدرون أمام من أقف؟ الله أكبر. هذا نوع من المتابعة لجده صلى الله عليه وآله وسلم في باب من أبواب الخشوع في الصلاة، وهو كمالها وتمامها. بل لابد الإنسان أن يتابع كما ووصفا وحالا تأتي على الحال الذي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يعني وهذا نوع من الكمال، وإن لم يطلب من الجميع مسألة الحال. لذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه كان رجلا فقيرا من أهل الصفة، فلما كان في زمن عمر كثر ماله، هو عبد الله بن مسعود وغيره من فقراء المسلمين، فكان عبد الله بن مسعود قد أجر له عمر 4000 دينار ذهب في أن يعلم أهل الكوفة القرآن والأحكام، فكانت تأتيه فما تبقى عنده شهرا، ويقول وقد أنفقها في سبيل الله، وقد أنفقها كلها في سبيل الله، ويقول لا يصلحنا إلا ما كان عليه أمرنا أيام نبينا صلى الله عليه وسلم، فيعود إلى التمر والماء. هذا نوع من المبالغة في المتابعة على الحال، على الحال التي كانوا عليها عند النبي صلى الله عليه وسلم، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. أمنا عائشة رضي الله عنها يأتيها 100,000 دينار تنفقها في ليلة يوم واحد، وقبل المغرب كانت صائمة، تقول لها جاريتها أما لم تبق شيئا نفطر عليه؟ قال لو تذكرت لفعلت. 100,000 دينار ثروة تنفق في يوم ولا تملك أن تتذكر لتأتي بطعام تطعمه في صيامها هي وجاريتها. إنه كمال المتابعة حتى في الحال، حتى في الحال التي كانوا عليها. فالمهم
أن هذا الشرط في المتابعة الناس فيه درجات، الواجب منه لابد أن يفعله الجميع، ما لا يتم أمر العبادة إلا به من أحكامها وتجنب مبطلاتها ومعرفة أركانها، وهناك ما هو أعلى من ذلك، ما يرتبط بالقلب وحضوره، وما يرتبط بالخشية والخشوع، وما يرتبط بالوصف والحال، وغير ذلك من هذه الأمور التي يتفاضل الناس فيها. الشرط الثاني لتمام هذه العبادة وتمام كمالها الإخلاص، القصد، التوجه إلى الله بهذه العبادة، وهذا ما أمر الله به في كتابه، فقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فإن عبدوا الله ورجوا معه غيره فيقول الله لهم أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل لي عملا أشرك معي فيه غيره تركته للذي أشرك. الله لا ليس في حاجة إلى عبادتنا، فعنده السماوات والأرض والكواكب والنجوم والحيوانات والأشجار والجمادات والملائكة في السماء عابدة لا تنفك عن العبادة في كل لحظة، كل لحظة من لحظات اليوم والليلة فيها متعبدون كثر لله عز وجل، كل من في السماوات والأرض يسبحون الله، وفي الملائكة من هو قائم إلى يوم القيامة وراكع إلى يوم القيامة وساجد إلى يوم القيامة، يعني الدنيا كلها لا تساوي، يعني لم تكمل ركعة في ركوعه وسجوده، فيأتي يوم القيامة يقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، ما عبدناك حق عبادتك. فلابد إذن أن يخلص الإنسان في التوجه إلى الله عز وجل. ولذلك يقول ابن دقيق العيد رحمة الله عليه كما نقل عنه صاحب الفتح، فتح الباري، يقول لا يقبل العمل إلا إذا كان صوابا خالصا. قال وما صوابه وما خلاصه؟ قال صوابه متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقبل إلا أن يكون هكذا، وأما خلاصه أن تبتغي به وجه الله عز وجل. فبناء على ذلك إذا رأيت الناس فلن يقبل الله منك طاعتك ولن يقبل عبادتك، وهذا كان حال المنافقين الذين فضحهم الله في كتابه، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فبهذين الشرطين وتنطلق العبادة، الشرط الأول المتابعة، والشرط الثاني الإخلاص لله عز وجل، والمتابعة تأتي في الكم والصفة والوقت والحال. نعم. وأما الإخلاص فينبغي على كل عبد وكل متعبد أن يخلص في عبادته لله عز وجل. إذن هذان الشرطان المتابعة والإخلاص ينبغي على كل عبادة أن تحوي، أو يشترط في كل عبادة أن يفعلها العبد وهو متابع للنبي صلى الله عليه وسلم مخلصا لله عز وجل. ننتقل الآن إلى الأركان. نعم. أركان العبادة. نعم. ما هي أركان العبادة؟ عندما نتكلم عن قضية أركان العبادة إنما نعني بها ما تتم به وتصبح أقرب للقبول، فهي للمعنى أكثر منها إلى المبنى. لأن العبادة على تفصيلاتها، كل عبادة لها أركانها، كالصلاة مثلا لها أركانها، والصوم له أركانه، والحج له أركانه، لكن عندما نقول أركان العبادة أي جملتها فهي أركان معنوية لابد أن يتحقق منها المتعبد ويرى أثناء كل العبادة هل هو على هذا المعنى؟ هل حقق هذا المعنى في كل طاعتي وعبادتي أم تخلى عنه؟ وأول ما يقابلنا من هذه الأركان كمال الخضوع والذل. كمال الخضوع والذل، وقلنا الخضوع بمعنى كل التواضع، ينبغي أن يكون العبد متحققا بكمال الخضوع والذل مع لله. كمال الذل لله عز وجل، والخضوع بمعنى التواضع والمسكنة، يستكين العبد ويخضع. والذل له أربع مراتب كما ذكره العلامة ابن القيم رحمة الله عليه،
المرتبة الأولى مشتركة بين الخلق، ويذل الحاجة والفقر إلى الله. أنا متذلل له لأني محتاج إليه، محتاج إليه في طعامي، في شرابي، في لباسي، في أمني، في حاجاتي وحاجات أهلي. فينبغي للعبد أن يكون متذللا لذلك. فأهل السماوات والأرض بهذا المعنى محتاجون إليه، فقراء إلى الله سبحانه وتعالى وحده، لأن الله قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني، هو الغني الحميد. وكل أهل السماوات من هذا المعنى يسألونه: من الذي يستغني عن الله؟ لا. ولذلك من الطرائف في هذا المعنى أن رجلا كان يسرع السجود، فقال له أحد الصالحين: يا هذا، لما تفارق الأرض سريعا؟ أليست لك إلى الله حاجة؟ أليست لك إلى الله حاجة؟ أما لك أن تسأل ربك في شيء؟ فكأنه ينوه وينبه ذلك المتعبد، لأن هذا مقام السؤال. لا تترك حتى تفرغ ما عندك لربك وتسأله، فإن الله يحب العبد أن يسأل، يحب من العبد أن يسأله وألا يمل السؤال. مرتبة الثانية ما يسميه ابن القيم بذل الطاعة والعبودية، هذا نوع اختياري، وهو خاص بأهل طاعته، وهو سر العبودية، أنك كلما ازددت تعبدا ازددت خضوعا لله. وتجد ذلك أنك مثلا لو أنك أكثرت الصلاة في يوم، تجد في نفسك نوعا من الإلف والحب ومراد الاستزادة، أصل نفسك تطلب هذه الزيادة مرة ثانية. هذا ما يسميه ابن القيم بذل الطاعة والعبودية الذي ينشأ من التعبد. كلما تعبدت كلما خضعت وذللت، وكلما فارقت التعبد كلما فارقك ذل الطاعة والعبودية. المرتبة الثالثة وهي أرقى من الثانية ذل المحبة. فهذا المحب ذليل بالذات، هو بلغ في طاعته أنه يحب، يفعل ذلك عن حب، وكلما فارق الطاعة انقلب إلى طاعة، وما انقلب إلا لزيادة حبه. وعلى قدر محبة المتعبد على قدر ذله، فكلما كان أشد حبا كان أشد طاعة. والمرتبة الرابعة ذل المعصية والجناية، وهي ما يترتب على ذلك الإنسان الذي ربما يعصي الله عز وجل، فيترتب عليها من الذل والخضوع ربما ما لم يحدث للمتعبد، لأن المعصية لها لسعة في القلب، هذه اللسعة تنشئ عند التائب ذلا لله عز وجل وخضوعا ربما لا يصل إليه المتعبد الذي لم يعصي. ولا يستنى بذلك نريد من الناس أن يعصوا، ولكن هذا لمن أدركه أمر التوبة، فربما يعصي إنسان حتى يدرك هذه المرتبة فيموت على معصيته، فلا نطلب من أحد أن يفعل ذلك. لكن ربما تحدث هذه المسألة أو يصل إليها كثير من المتعبدين الذين يرون أن في عبادتهم من التقصير ما يفهم منه المعصية. يعني يفهم نفسه أن عبادته هذه قليلة مما يترتب عليه تصوره أنه في حدود المعصية، فيزداد ذلا لله عز وجل، فينشئ من الطاعة ذلا على مرتبة المعصية التي هي بمعنى التقصير، على معنى أننا ما عبدنا ربنا حق هذه العبادة. وكل ذلك إذا اجتمعت في الإنسان هذه المراتب العظيمة، مراتب الأربعة، كان الذل لله والخضوع له أكمل وأتم. والناس يتفاوتون على قدر ما يحصلون من مراتب الخضوع ومراتب الذل في الطاعة في الطاعة والعبادة والخشية والمحبة وغيرها. فضيلة الشيخ، يبدو أن الوقت قد داهمنا، سنكمل إن شاء الله عز وجل الركن الثاني من أركان العبادة والثالث، أم هما ركنان؟
نعم الركن الثالث والثاني. سنكمل إن شاء الله عز وجل الركن الثاني والثالث في الحلقة في المجلس المقبل إن شاء الله عز وجل. ولكن تلخيصا لما قلنا في هذه الحلقة، تكلمنا في هذه الحلقة عن معنى العبادة وإطلاقتها، وتكلمنا أيضا عن شروط العبادة الإخلاص والمتابعة، وتكلمنا عن الركن الأول من أركان العبادة ألا وهو تمام الذل مع تمام الخضوع، وذكرنا مراتب الذل. وإن شاء الله عز وجل سنكمل في المجلس القادم ما تبقى من الأركان بإذن الله عز وجل. في نهاية هذا المجلس أتقدم بخالص الشكر لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عامر باسل أستاذ العقيدة في جامعة الأزهر، جزاكم الله خيرا. جزاك يا أخي، نتقبل منا منكم علمنا وإياكم. اللهم أمين يا رب العالمين، والشكر موصولا لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام على حسن المتابعة. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل